لازم أشكر ناس الحقيقة إحنا مش حاسين بيهم، أولياء الأمور، الأب والأم. إزاي هنشكرهم؟ لأن الحقيقة كل واحد في شبابنا، كل واحد في الوافين حضراتكم، أبطالنا الوافين النهاردة عشان التكريم، كل واحد فيهم وراء أب وأم. الحقيقة دورهم كبير جداً جداً. إحنا لو بإيدينا كنا ندي الميدالية الذهب دي ندي للأب والأم، إن هم ليهم دور كبير جداً جداً في صناعة البطل، شخصية البطل ليهم دور كبير جداً في هذا الأمر. الحقيقة دور الأم، دور العظيم ده أو الأم العظيمة دي، إزاي بتقدر هي توفق ما بين تربية ولادها، ما بين شغلها، ما بين جوزها، إزاي توفق بين كل ده؟ ده أكيد يعني شيء عظيم لازم نفكر فيه. قد كده بيتتعب الأب الكادح ليل ونهار عشان يوفر معيشة طيبة لأولاده، عشان يوفر احتياجات أولاده. يا جماعة دي كلها أمور يجب أن احنا نقف عندها كتير، لأن هي دي شخصية الأبطال. عايز أقول لكم حاجة أنا شفتها هنا في النادي الأهلي. جيت في يوم كده أنا مش عارف أنام، المهم روحت النادي الأهلي الساعة 6:30 الصبح، 6:30 صباحا داخل، طبعا مفيش ولا واحد موجود في النادي. رحت على حمام السباحة لأن عارف إنه في تدريب بدري جدا، وأنا داخل الحمام السباحة طالع فوق لقيت أم نازلة شايلة طفل، شايلة طفل على كتفها وماسكة بنتها ونازلة بيها من حمام السباحة. خلصت التدريب، يعني واحدة صحية كام دي عشان تتمرن الساعة 5، صحيت إمتى عشان تيجي تشيل ولد نايم على كتفها، طفل نايم وبنتها واخدها في ايديها وراح عشان تتمرن. ايه دي؟ ايه الام دي؟ ايه ده؟ ازاي انا وقفت افكر كده ابص على المنظر ده؟ ايه القدرات دي؟ ما القدرات دي تعمل بطل. القدرات دي عشان كده انا بقول ان الام والاب هم دولت الحقيقه اللي يحتاجوا منا تحيه كبيره جدا 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 لو سمحت. برضو في يوم زي دوت مش نقدر ننسى ابدا شكر لبعض الناس، اهمهم واولهم الحقيقه جمهورنا، جمهور النادي الاهلي اللي هو من 1907 لغايه النهارده. الجمهور ده حمايه، جمهور النادي الاهلي العظيم جدا اللي بيقف ورا فرقته في كل وقت، مش بس فرقه كوره ولا باسكت. النهارده بشوف انا في ملاعب الباسكت والطايره والهاندبول واليد، حتى في العاب الماء والالعاب الفرديه، الجمهور ده ازاي بيدفع الاولاد دولت انهم يحققوا بطوله باسم الاهلي. فالجمهور ده الحقيقه له منا كل التقدير وكل الشكر. عايز كمان الحقيقه بهني زمايلي في اعضاء مجلس الاداره، لان اعضاء مجلس الاداره كل واحد فيهم في كان لينا كده زي متفقين على اسس معينه، محدش فيهم بيظهر في الاعلام، محدش بيقعد ينسب لنفسه حاجه، كلهم بيشتغلوا لصالح النادي الاهلي بس. علشان كده انا بشكرهم جدا لانهم قدامهم لسه مهمه ثقيله جدا، كل واحد فيهم له كيانه وكمان بيفضل النادي الاهلي واسم الاهلي على نفسه وعلى شخصيته، فانا بشكرهم جدا وبهنيهم على اليوم ده. كمان مش هنسى ابدا ان احنا نهني المجلس السابق بقياده المهندس محمود طاهر لانهم شركاء معانا في هذه البطولات في هذه السنه اللي فاتت. يا جماعه هي دي، هو ده النادي الاهلي، لما يكون جمهور باب وام بناشئين وابطال كبار بمجلس اداره، مجالس ادارات متعدده، هي دي السلسله اللي انا بقصدها دايما، السلسله الذهبيه للنادي الاهلي اللي هي مش متوفره في اماكن كتير. كلنا اشتغلنا عشان اليوم زي دوت، والحمد لله ربنا كرم الجميع بيوم اعتقد من الايام الجميله في تاريخنا يعني. وعايز اقول حاجه اضيف فيها برضو حاجه نهائيه وحاجه اخيره، اللي احنا فيه ده النهارده بالكم اللي انا شايفه ده النهارده، كم الابطال دولت، هل موجود في حته في مصر او في الوطن العربي او في افريقيا؟ مش موجود الا في النادي الاهلي. عشان كده ده هو ده ناديكم يا جماعه. الكلام ده جميل، اللي انا قلته ده كلام جميل وكلام كله فرحه، لكن انا عارف ومتاكد بعد ما يطفي النور النهارده ده بقى تاريخ. البطولات دي اللي انتوا حققتوها بقت بطولات دي في التاريخ، خلاص هتبقى ورانا. البطولات دي بقت في التاريخ، القادم القادم ازاي نحققه وازاي بشخصيه البطل نحققه.
عشان كده مجرد ما يخلص النهاردة اليوم ده عندكم تحديات كبيرة جدا جدا، كل اللعبات تحديات كبيرة جدا، انك تحافظ على مستقبل شخصية النادي الاهلي اللي هي شخصية البطل، اللي هي محتاجين من حضرتك ان انت كلنا نتكاتف علشان بإذن الله اللي جاي هيكون افضل ان شاء الله.